عملوا معاه ثلاثة خمسة أيوة ثلاثة شوف على بين
نقول حالة مبارك النظرية العلمية والتاريخ تصحيحات طالبية وجود ارتباط عالي بين المدارك باستخدام القياسات المختلفة. يعني أنا أستخدم القياس للتطابق وأشوف النتائج، ثم أستخدم القياس الآخر أو اختبار الآخر وأشوف النتائج. إذا الارتباط بينهم بين النتيجتين قوي معناته أنه كان صحيح بالتطابق، أما إذا طلع فيه الارتباط ضعيف معناته أنه مشكوك في الخلل، لازم أرجع إيش أطبق من القياس. عند الاستبانة بس نقدر نتركها في هذا الشكل. يعني طبعا هذه موجودة في الكمبيوتر كلها أعداد جاهزة، أما هنا في التطابق فيكون هناك بعدين فيها استبانة معاملة الارتباط. علشان نعبر عنه بمعاملة الارتباط جنسون الناس الاستبانة عندنا. والصحة التمييزية، أنا أميز مش إنها طابق بس، عدم وجود ارتباط بين المتغيرين كما افترضت النظرية. يعني إنه لو نظرية تقول إنه ما فيش علاقة بين متغير ومتغير آخر، هذه أكيسة ارتباط. إذا وجد إنه في فرق بينهم معناته إنه التمييزية موجودة، التمييز موجود، يعني القياس مبني بشكل صحيح. أربعة، الصحة الظاهرة، اللي احنا كنا نقول الصدق الظاهري. يعني انه سلامة بناء الاستبانة، أنت ما بنيت الاستبانة هذه أنت باحث، إذا عندما رجعت إلى الدراسات السابقة هذه محكمة ومنشورة، مش هي يعني عشوائية، وبالتالي منشورة بعضية ولا هي عشوائية، وبالتالي أنت بنيتها بشكل صح، المشرف راجعها، المحكمين وافقوا عليها، رتبوها، حذفوها، اضافوها، اذا الصدق الظاهري موجود. وطبعا يعتمد يمكن تحقيق الصدق الظاهري بالعرض على عدد من المحكمين، اثنين اجراء دراسه قبليه اللي هي الدراسه الاستقلاعيه اللي تنظر عليها. هذه الاستقلاعيه او التجريبيه. هذا مثل ما نعم. نوصل الى انه الموضوعيه اللي هي الثبات، هي مدى التوافق والاتساق في نتائج الاستبيان اذا طبقت تطبيقات أكثر من مرة وفي ظروف مماثلة، والعبارة هو أنها تشير إلى استقرار وثبات نتائج القياس على الرغم من عدم القدرة على التحكم في الظروف، يعني المنتج يبدأ في بداية السنة استبانة، وبعد 6 أشهر هو مازال بقيت نفس الاستبانة، هل آراء الناس اختلفت؟ افتراض أنه ظروف طبيعية، دائما نقول بافتراض أنه ظروف طبيعية، يعني مش حاجة غير على الناس. أما إذا في تغييرات مختلفة فمعنى أنه الدراسة تقول لكن نقول في ظل الظروف نفسها لو عدت الدراسة بعد أسبوعين إلى 6 أشهر لازم نتبع النتائج متقاربة أو متقاربة أو متجانسة. هذا المقصود بالدراسة. هل يجب عليك يعني من هذا المختلف السبعة يجب بعد 5 أشهر ما فيش تبادل في المنطقة؟ الاختبار خلال فترة من عدة أسابيع إلى 6 أشهر كما قلنا هذا، وهنا معامل الارتباط يؤشر إلى جودة المقياس وثبات. لاحظوا في صفحة 150 إنه عندي تطابق الاختبار وعندي إعادة تطبيق الاختبار نفسه مرة أخرى فيعطينا ارتباط معامل ارتباط بين الاختبار. معامل الاختبار هو
يسموه معامل دوران الاختبار في اختبارين، يعني الاختبار تقبله مرتين، شوف الشكل اللي تحت هذا الموديل ممكن معامل كتابه، تطبيق الصيغة الأولى للاختبار ثم تطبيق الصيغة الثانية للاختبار يعطيك معامل شوف الأول كان إعادة اختبار وإعادة الاختبار نفسه، لكن الثاني هذا اختبار نوع ثاني معامل معامل الثالث معامل التكافؤ هو الاستقرار تطبيق صيغتين مع بعض في نفس الوقت في نفس الوقت تكافؤ في نفس الوقت او بس تبني قصير ايوه مع بعض ولا اثنين لاحظوا الشكل تطبيق احدى صيغتين الاختبار ثم تطبيق الصيغه الاخرى ايوه الاختبار وتبحث عن معامل معامل الالتصاق الداخلي يمكن قياسه الطبق الداخلي من الفرق المقابل هذه السبليت هذه الاجزاء النسبيه انا اقسمها معيار الى نسبيه مثلا لو معك 30 تاخذ 15 نسبه تشوف اذا متوسط هذه زائد المتوسط هذه معناته انه في دبل بس بدل ما انك حالك انت بودا فضل بكر الله خلاص بالسهوله هذه اللي يمنع منها بس طبعا لو غلطوا هذا انا تجيب لك 30 علشان تدفع الاصلاح والاستبانه يجب ان يكون السرقه الظاهره قد تحقق فيها البناء والمراجعات من محكمين خبراء وغيره لا تدعي عمل ممكن تزيد عالي لكن انت كاستطلاعيه لو معك عينتك 200 تعمل 130 لا تتعبش نفسك كثير خذ اقل حاجه اللي هي 30 فانك انت تشتغل عليهم شو شو تجيب معك استحل لو طلعت مش مليح لو طلعت النتائج مش مليحه تذكر انك اضطريت انك تحدث مقالات كثير ترجع توزع ال 200 ثاني جاي لكن لو طلعت من اول مره 70 30 هذا بعد وزع الوقت وزع ال 170 على 70 من اول مره 30 بعد وزع الوقت يعني لكن اذا عينها لكن لو طلع في اضطريت انك تاخذ فقرات زي ما كان ترجع تجيبهم ترجع تجيبهم اوكي وهذه الفروقات التخيل اللي هي 150 53 لكن لو العينه حقت 1000 دولار اضرب على 15% لانه الان احنا فرضناك 15% هذا حسب التخيير 10% لو العينه جميله لازم تاخذ مقدار 1% ايوه طيب كيف العينه؟ طيب اكتب اليوم هذا اكتب حتى اخذ الان حسب تحليلك الاسرائيلي هذه اللغات نحفظها بس باسم الاشتراك